للسنة الثانية على التوالي تم تنصيب الفنان محمود نصر سفير للنوايا الحسنة لجمعية قرى الأطفال SOS، وهالشي من خلال حفل عشاء خيري أقامته الجمعية برعاية ماسية من شركة سيرياتيل، وأحيى الحفل الفنان ملحم زين. سفير محمود نصر خبرنا عن عمله خلال السنة وعن أكثر المواقف المؤثرة مع الأطفال. كيف لقيت تجربتك مع قرى الأطفال SOS وشو تعلمت من الأطفال اللي تعاملت معهم؟ لك هذا السؤال حلو وعم يتكرر عند الكل، شكرا لك. يعني تجربتي معهم كانت بدأت بالحفل الخيري اللي عملناه السنة الماضية، وقدرنا نجمع الحمد لله تبرعات أكثر عن طريق الدعم عبر السوشيال ميديا، عن طريق إيصال صوتهم أكثر للناس. يعني هي مهمتي الأساسية خليني أقول، وفي شيء بنعمله بوراء الكواليس ما فينا نحكي عنه لأنه هو حقيقة مشروع كتير كبير ويعني طويل الأمد، أنك أنت تتكفلي أو تقدري تأمني رعاية كاملة لأطفال وأعداد كبيرة من الأطفال بكل ما يحتاجوه بالحياة. هذا مشروع كتير صعب وطويل الأمد، فصعب أنه كل سنة نحن عم بنطور أكتر وأكتر. شو تعلمت من الأطفال؟ هلأ كنت عم أقول للصبية الأطفال بيعلمونا كتير، لكي بكفي أنه هن بريين للحد، بريين بالمعنى عفويين، لسه نضاف كتير من جوا، ما دعكتون الحياة ولسه هيك تلقائيين. يعني هذا بحد ذاته بيضف لك لإلك على الصعيد الشخصي كإنسان، ويمكن أتعلم منه أنا كممثل، ما بعرف يمكن. طب في هيك طفل علق بذاكرتك خلال هاي السنة كتير مثلا، أو قصة طفل علقت بذاكرتك؟ والله في قصص كتير بس بتوجع القلب، فخلينا هلأ نحن اليوم جايين لحتى نفرح، نعمل حفل خيري، العالم تنبسط معنا، وبنفس الوقت تساعدنا أكثر لأنه نقدر نأمن تكاليف معيشة الأطفال، أطفالنا بقرى SOS لعام 2023. فارس سمعان مدير البرامج بجمعية قرى الأطفال حكى لنا عن مهام السفير ويلي عم بتقدمه الجمعية للأطفال. استمر ببرامجها، عندها العديد من البرامج تتنوع من قرى لبيوت مجتمعية حتى لبرامج تدعم الشباب لتوصلهم من مرحلة الشباب لشبه الاستقلال والاستقلال، يلي هو هدف SOS بأنه تنشئ أطفال أو شباب يوصلوا كأفراد فاعلين ضمن المجتمع. بالإضافة لهذا الشيء نحن مستمرين ببرنامج تمكين الأسرة على مدى سنين طويلة، يلي هو بيدعم أكثر من 230 عائلة ضمن المجتمع يلي هن تحت خطر التفكك الأسري، فمندعمهم ماديا وتوعويا، مندعم لهم كل المساعدة حتى يكون في رعاية أفضل لأطفالهم وتضل روابط الأسرية قوية. في رعاية الأطفال حتى بعد ما يطلعوا من قرى الأطفال؟ تمام، بعد ما يطلعوا من قرى الأطفال نحن في تتبع دائم لإلهم واطمئنان عليهم، فينا كمان أحيان ندعمهم بمرحلة شبه الاستقلال مثل ما قلت لك، ليصيروا آخر شيء بمرحلة هي الاستقلال. هدول بيكون الأطفال أو هي الفئة هن تحت رعايتنا المباشرة، ولكن برنامج تمكين الأسرة بيركز على العائلات ضمن المجتمع مع أهليهم يلي هن بخطر هذا الانفكاك الأسري، ونحاول ما نوصل لهالمرحلة عن طريق كتير من الخدمات. فنان محمود نصر هو كان سفير قرى الأطفال لهي السنة، ممكن نحكي شوي عن دور السفير كان خلال السنة؟ تمام، أستاذ محمود نصر يعني مثل ما بتعرفي هو من الأشخاص اللي كتير محبوبين وله جمهوره الخاص، ونحن السفير SOS بيدعمنا كتير بأنه يوصل رسالتنا أو قضايا حقوق الطفل يلي نحن بندعمها لجمهور أكبر لنوصل خلينا نقول شركاء أكتر SOS، وهو أكيد بهي الفترة كان كتير داعم خلال هاي السنة. حماية حقوق أطفال سوريا وبناء شباب سوري صانع المستقبل من أهم أولوياتنا بشركة سيرياتيل، لهيك نحن اليوم موجودين بحفل العشاء الخيري اللي عم تقيمه SOS للسنة الثانية على التوالي، يلي عم يحيي الفنان ملحم زين وعم يكون بوجود الفنان محمود نصر يلي هو سفير النوايا الحسنة للجمعية. بصراحة وجودهم الفنانين المميزين سوا اليوم بيساهم بزيادة ودعم التبرعات، وأكيد بيدعم التبرعات للجمعية. تمام، نحن بسيرياتيل دائما بنكون مشاركين
بكل النشاطات اللي عم تقدمها جمعية SOS وكل الجمعيات الإنسانية الأخرى يلي هي بتدعم توجهنا ومسؤوليتنا المجتمعية. هاي السنة بهذا الحفل في حضور شخصيات اجتماعية واسعة وفي فنانين محبوبين عربيا ومحليا. أكيد بدي أشكر جمعية SOS لكل المبادرات اللي عم تقدمها تجاه أطفال سوريا ولكل الفرص اللي عم تتيحها لنا وللشركات الأخرى أن نكون موجودين وعم ندعم هدول الأطفال. ومن بين الحضور الفني للحفل كانت المخرجة رشا شربتجي يلي كان للأطفال مكانة خاصة عنده. محمود نصر أنا من الفانز تبعه فيك تقولي هيك، أنا كتير بحبه وما كان إلنا نصيب نشتغل سوا مع إنه من 10 سنين وأكتر ونحن هيك عم نحاول نلتقى بعمل، فأخيرا الحمد لله بده يكون بطل مربى العز وهذا شيء كتير أنا سعيدة فيه. SOS إلى يعني إلى مكان بقلبي لأنه أنا بحب كتير الأطفال والله ما رزقني، فبحس أنه أنا أساهم بأي شيء لأي طفل بأي مكان بالعالم، هذا إنجاز عظيم بحسه بالنسبة لإلي أنا. عبر LTV الكاتبة ريم حنا قالت أنه ممكن راسة يطبق على راسك إذا اشتغلتوا مع بعض عمل، فاليوم كيف ممكن يكون العمل اللي ممكن تشتغله رشا شربتجي وريم حنا؟ يا أنا بتشرف، أنا كل سنة وكل شهرين ثلاثة بدق لها بقول لها ما كتبت لي شيء، ما صار الوقت نكون سوا. امرأة عظيمة، امرأة خاصة جدا، حساسة جدا، متنورة جدا، وأنا كثير بفتخر فيها وبتمنى إني أشتغل معها. أكيد في تشابه اليوم بين مسلسل بنات الثانوية اللي أخرجتي حضرتك بالسعودية وبين مسلسل أشواك ناعمة. يتشابه بالمرحلة العمرية فقط لا غير، أما الحواديت مختلفة، البيئة مختلفة، الزمن مختلف، والزمن ركزي كتير على كلمة الزمن، في 20 سنة فرق. شكرا كتير لك مدام رشا نورتينا. أهلين حبيبتي. حبيبي أنا من زمان من أول ما طلعت جزء كبير من شغلي له علاقة بالخيري وبالرعوي، لذلك اليوم SOS هذا تشريف لي أن يكون، بحس دائما أنه الله بيضل موفق بس كنت عم تقدم بمحلات أو عم يتسنى لك فرصة أنك تساهم بحماية الطفل أو بتمكينه من يكون عنده منزل أو يدرس أو يتعلم، أو بتحس حالك جزء من هالنشاط ومن هالأجر الكبير اللي عم يصير. بقى أنا اليوم سعيد جدا والSOS مؤسسة كبيرة ب 136 دولة حول العالم، يعني موجودة بلبنان وبسوريا وبكل المنطقة، يعني بيرعوا الأيتام، تمكين الطفل، الرعاية الأسرية، أهل يمكن يكونوا تركين ولد هن بياخدوه بيحتضنوه، شيء عظيم بيقوموا فيه. مبسوط كتير وإن شاء الله ما تكون آخر مرة، يعني سوريا بلدنا بعدين سوريا، يعني أنا بحس إنه مسؤولية، مش بس إنه أنا والله فنان جاي أعمل حفل، لا أنا بحس جزء من المسؤوليات طبعا طبعا تجاه سوريا واتجاه الطفل السوري اللي مرق عانى كتير بالشغل. ما هي معلنة خلقة، يعني نحن بدون ما نعمل أي مجهود هي معلنة بوجودكم، يعني هذا اليوم احنا ما شاء الله بقى الدنيا كلها حتعرف، يعني ما في داعي أعمل شيء أبدا أنا. وهي مش للفخر، يعني أنا ضد إنه واحد، يعني دائما حسنت السر أو الإعطاء بالسر مضاعف عن الإعطاء بالعلن، ولكن مهنتنا بتقتضي انه يتضوى اعلاميا ويتضوى على الحفل. بقى ان شاء الله نكون ان شاء الله الله عم يستجيب من الكل ونقدر عن جد نمكن كل اطفالنا من انه يكونوا عايشين حياه كريمه. بدي اقول له انت لقيت حدا يهتم فيك، يمكن غيرك ما عم يلاقي بمحلات تانية، يشكر ربه اول شيء، يكون انوع، يكون عصامي، يبني حاله. كثير شخصيات قطعت بالتاريخ، أهلهم تركوهن، ما كفوا تعليمهم، إجا حدا احتضنهم، وصلوا لمحلات عظيمة جدا. بده يؤمن بحاله، بده يؤمن بأنه هو قادر يعمل شيء بالحياة. العلم العلم العلم، يتعلم، لأنه هذا حيكون سلاحه الوحيد.